المستوى البديهي واللي بتتوقعه سيسكو لأي طالب، إنه يبدأ في مستوى الأسوشيت، يخلص الأمور أو الريكويرمنت اللي شايفينها عندنا في أي باث بحب يختاره، وبعدين ينتقل الطالب بعد فترة من الخبرة في الفيلد أو في مجال العمل، بيشتغل له فترة وبعدين بيبتدئ في مستوى البروفيشنال مثل ما احنا شايفينه. وبعد مستوى البروفيشنال الطالب طبعا بيكون اكتسب خبرة إضافية، بينتقل لمستوى الإكسبرت. لكن الطالب يجي يقول أنا بدي أدرس سي سي اي من البداية من دون ما يعرف أي شيء عن السي سي ان اي أو السي سي ان بي، راح يوقع في متاهات وما راح يفهم راسه من إجريه، وراح الرجال يتعقد وراح يعتزل الاي تي نهائيا. اوكي، فال يعني البايولوجيك يعني بايولوجيك يعني بالعقل، انه الواحد يبتدئ من المستوى الاول وينتقل يتدرج حتى يوصل لمستوى الخبراء. طبعا مش هذا فقط، سيسكو ايضا بتوفر سلسله اخرى من الشهادات اللي هي تسمى سبيشال سيرتيفيكيشن او سيرتيفيكيشنز او الشهادات المتخصصه. بنلاحظ انه في عندنا مثلا بالنسبه للوايرلس بامكانك تدرس سيسكو ادفانس وايرلس لان ديزاين سبيشالست، تحصل على تايتل اللي هو سيسكو ادفانس وايرلس لان ديزاين سبيشالست. بالنسبه للسكيورتي مثلا، وهذا من الفيلد القوي جدا في العالم، كل العالم يبحث عن الامن والحمايه. اوكي، في عندنا مثلا بنلاحظ انه سيسكو فاير وول سبيشالست، في عندنا سيسكو اي بي سبيشالست، في عندنا سيسكو انفورميشن سكيورتي سبيشالست. كل طبعا تايتل بيحتاج لامتحان معين او عدد امتحانات معينه انك تجتازها حتى تحصل على التايتل. طبعا احنا بالنسبه لشرحنا راح نبدا في نشرح عن شهاده سي سي ان اي بمشيئه الله. شهاده سي سي ان اي تعتبر هي الانترودكشن لكل الباث اللي شايفينه امامنا، من راوتر اند سويتشنج او ديزاين او نتورك سكيورتي او سيرفيس بروفايدر او ستورج نتوركينج او فويس. في نلاحظ في كله مطلوب سي سي ان اي 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 وايضا سي سي ان اي، باستثناء الديزاين مطلوب سي سي ان اي او سي سي ام بي. لهالسبب احنا راح نشرح سي سي ان اي. طبعا في هاي الفتره او في هذه المرحله بالذات لما انت تقدم معنا الكورس، يتوقع منك انك تكون عندك باك جراوند او خلفيه عن نتوركينج، يتوقع انك تكون ملم بالبيسكس الخاصه بمجال النتوركينج. كيف تكون مطلع، كيف تكون مستوفي لهذه النقطة؟ انك تفتح كتاب او تقرأ عن تقرأ في شهادة النتورك بلس. شهادة النتورك بلس من شركة كومبتيا، بعيد وبكر، شهادة النتورك بلس من شركة كومبتيا بتوفر لك البيس القاعدة الارضية حتى انك تنطلق وتدرس مراحل متقدمة في عالم نتوركينج. انك تيجي تدخل، طبعا انا بحاول كل جهدي اني اضم شهادة النتورك في شهادة سي سي ان اي، ولكن انا ما بوعدكم صراحة انك تطلع نتوركر بروفيشنال من دون ما بوعدكم من دون ما ترجع وتدرس شهادة شهادة النتورك بلس من شركة كومتيا ان شاء الله. طبعا اذا لقينا وقت فاضي او وقت فاضي عندنا ان شاء الله وعند الاخوان، ممكن انه نحاول نعمل افلام نتورك بلس، وحتى نكون انه يعني بالفعل بدينا وفرنا للاخوان البدايه الصح. بالنسبه للنيو كامرز او القادمين الجدد للفيلد، لازم يكون عندك بيسك اندرستاندينج، وبقصد بكلمه بيسك اندرستاندينج يكون عندك، تكون قارئ على الاقل، مش شرط تكون سيرتيفايد نتورك بلس، لا، كون فقط فاهم الكونسبت، كونسبت نتوركينج. هذا طبعا راح يكون بريكويزيت او متطلبات ما قبل دراسه السي سي ان اي. احنا طبعا راح ندرس او راح نعمل تدريب لشهاده السي سي ان اي فيما يتعلق بالامتحان، نضغط على السي سي ان اي، راح نشوف نعمل تدريب. كلنا بنعرف انه امتحان السي سي ان اي طبعا راح يصير اكسبايرد، راح ينتهي السي سي ان اي اللي هو الكود 640-A01 او 640-801، راح ينتهي الامتحان او راح يروح على التقاعد بتاريخ 6/11/2007. بعد طبعا حاليا الاكزام اللي هو 640-802 هو اكتف، يعني الان بامكانك تدرس وتروح تقدم على الامتحان 640-802، او هو الامتحان اكتف اوريدي. اوكي، او بامكانك انك تقدم الامتحان 640-801 لغاية السادس من شهر 11 اللي هو 2007. احنا طبعا راح نشرح 640-802، ولكن طبعا شو الفرق بينهم؟ الفرق بينهم انه في 640-801 شالوا الـ ISDN، هاي التكنولوجيا الـ ISDN خلاص ماتت، ما حدا عاد يستعملها،
كانوا يستعملوها ايام جدي وجده وجدكم الله يرحمهم، اوكي. ولكن الان التكنولوجي ماتت، يعني عدد، يعني ما صراحه ما اعرف مين ممكن يستخدم اي اس دي ان في العالم، اوكي. هم شالوا من ال 801، شالوا الاي اس دي ان فقط، ولكن نفس الكونسبت باستثناء انهم في ال 802 اضافوا الاي بي فيرجن 6، الاي بي فيرجن 6، وايضا اضافوا الوايرلس. طبعا احنا راح نشرح ان شاء الله الاي بي فيرجن 6، وراح نشرح الوايرلس في شرحنا او في الدوره اللي بننتجها في موقع عرب هاردوير، ولكن ما راح نشرح الاي اس دي ان لانه فعليا خلاص تكنولوجي ماتت، واحنا ما بنرجع الا تكنولوجي ماتت. احنا وي لوكينج فورورد تو ذا فيوتشر، يعني بنطلع للمستقبل مش بنطلع على البارحه وشو كانت في تكنولوجي بالبارحه. فبالنسبه للاخوان اللي بدهم يدرسوا معنا بامكانهم يقدموا الامتحانين لغايه 6/11/2007 باستثناء الاي اس دي ان، ما راح نشرحها طبعا. هذه طبعا كانت بس مقدمة صغيرة عن شو هو الكورس اللي راح نشرحه. طبعا مثل ما قلت لو نروح على الموقع راح نشوف في توبكس اللي راح تشرح على بالنسبة للموضوع. هذه كانت ملخص عن شهادات سيسكو مثل ما احنا شايفين، واحنا طبعا راح نبدأ بالاسوشيتد ليفل، وبعدين راح ننتقل على البروفيشنال ليفل، وبعدين ان شاء الله لو ربنا خلانا من اهل الدنيا واعطانا الصحة والعافية والعلم راح ان شاء الله نشرح السي سي اي راوتينج اند سويتشينج. اوكي، تكلمنا عن السيسكو سيرتيفيكيشن بما فيه الكفايه. الان ننتقل للنقطه الرابعه اللي هو هاو تو ستدي، يعني كيف ندرس على السي سي ان اي. اوكي يا اخوان، انا طبعا في شرحي اثناء شرحي لبرنامج الداينامابس في الفيديو رقم واحد في شرح الداينامابس، طبعا لو تروحوا على الرابط، خليني اورجيكم الرابط اللي هو في قسم سيسكو العام. اوكي، بنلاحظ في عندنا حصريا العرب هاردوير شرح بالعربي لبرنامج داينامابس. الفيلم رقم واحد في الشرح اللي ممكن تشوفوه على الروابط المذكورة، الفيلم رقم واحد هذا طبعا فيه مقدمة صراحة أنا يعني أعجبت بنفسي، يعني أوكي أعجبت بنفسي لما تفرجت على الفيلم بعد ما صورته، كيف إني حاولت أسهل للطالب كيف يتغلب على الصعاب اللي ممكن تواجهه في عملية الدراسة. أنت كطالب حاب تدخل على مجال السيسكو، قبل ما تدخل على مجال السيسكو لازم تعرف أنه سيسكو بتوفر نتوركينج، أوكي. هاي النقطة طبعا مفروغ منها، كلنا عارفين هاي النقطة. الآن قبل ما تدخل على مجال سيسكو لازم يكون في عندك باك جراوند أو خلفية عن النتوركينج. يعني ما بصير أنا أجيب طالب اشرح له عن اجيب طالب فرضا في الجامعه بيدرس عن الكالكولس، يمكن ما بعرف اذا بعضكم بيعرف الكالكولس، هو عباره عن ماده رياضيات في الجامعه تدرس، اوكي. اجيب طالب ادرسه ماده كالكولس 2، اوكي، وانا مش معطيه ماده الكالكولس 1، الطالب ما راح يفهم شيء ببساطه، الطالب راح يصيبه لبس وراح يصيبه تشويش وراح يرمي الكتب وراح ما راح يفهم شيء على الاطلاق. لكن حتى اخلي الطالب يفهم الكالكولس بعطيه انا كورس الكالكولس 1، بفهمه شو المبادئ الكالكولس او الرياضيات، وبعدين بعطيه بالسنه الثانيه او بفصل اخر بعطيه الكالكولس 2. لما الطالب يدخل على الكالكولس 2 يشوف التوبكس ما راح يكون مستغرب يعني عن المحاضر او المدرس شو بيدرسه، راح يكون عارف. ليش؟ لانه اخذ البيسكس في كالكولس نمبر 1. اوكي، نفس الثيوري، نفس الكلام النظري اللي بقوله انا الان بينطبق على سيسكو. سيسكو بحاجة انك تكون على معرفة بسيطة، يعني تكون خلفية، يكون عندك خلفية مسبقة عن النتوركينج، ما هي النتوركينج، كيف نعمل نتوركينج، شو مبدأ النتوركينج، شو هي البروتوكولات اللي تستخدم بالنتوركينج، شو الأجهزة اللي تستخدم في النتوركينج، وهكذا. اوكي، لا مجال للذكر طبعا الآن. لازم الطالب يكون عنده الفكرة عنه، عنده موجودة في مخيلته او في الباك جراوند تبعه او الخاص فيه، تكون عنده الإجابة على كل هذه التساؤلات. شهادة النتورك بلس بإمكان